آه سلوم، ما عندك شيء قاعد ها متكي وكل لايف داش وتسوي سلامة، تسوي لي هذه. حيا الله السلام. بس هم اليوم بتمدح بشعرك، ما بقول كشتك. يا مرحبا يا مسهلا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم عندنا حلقة، لكن عندنا جلسة نقاشية. خلكم هني على دكتورنا هذا كلي، ترى الناس ما تفهم سبحان الله كنكم تدنون والله ليش ما يسوون حضر كلي. أنا داش اليوم اللايف بستضيف دكتور متميز وعنده رأي يخالف رأيي، فقلت له بدل أنت ناقش بالتليفون هذا الميدان يا حميدان، تعال تعال وخلنا نطلع لايف ونسولف مع بعض، لأن باللايف راح نستفيد وراح نتناقش قدام الناس وناخذ آراء الناس. ما تقين احنا موادنا بالجامعه انسى لي الموضوع، انسى انسى، يمكن مدرسه ممكن انسى لي الموضوع الجامعه. احنا شنو درستوا بالجامعه اساسا بالكورس؟ 4 اسابيع 5 اسابيع شلون نجحونكم؟ اما مدرسه شيء ثاني. لا مو محمد الصفي بعد، كملوا من تتوقعون. من تتوقعون راح اطلع وياه لايف الحين؟ ناطره انا، أنا قايلة 2:30 بس تعرفوني أنا ما أذكر ضيوفي، أخليهم لما يدشون علينا يدشون علينا. دكتور والله نتشرف بس مو أنت. لا نبي نداوم. أوبا شعيب، دكتور متفائل، دكتور الغير واقعي. جيب ريكوست يا شعيب خلنا نسولف. شعيب هلو، مسوي شوشره ترى انت؟ اي ادري مسوي ضجه. مسوي شوشره ويعني انا مستانس انك رديت اول شيء، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، قاعد هنا بروحي المكان كله لي، وراح اقول لك الحين سبب من الاسباب اللي انا ما ابي احضر كلي. زين بقول شيء واحد بعدين راح ادش بالموضوع. اوكي قول. انا ولا مره قلت لك اياها، لازم اقول لك اياها الحين. قلتها كذي على السبب، لازم اقول لك اياها قدام الناس اللي الحين قاعد طالعنا، قدام ال 200 واحد كله. دكتور شعيب القلاف، لو انت، لو انا ما اعرفك كان ما في لايف ابو خليفه. حبيبي بعد قلبي والله، اقسم بالله العظيم بعد قلبي والله ابو خليفه. بالعكس انا واحد، هذا من افضل لايفات الامانه. انا احاول اني اتابع لايفاتك كل يوم، وايد قاعد استفيد. كان فيها نفس اليوم حلقه عبد الله سلوم كانت وايد حلوه. ايه ثقيله. انا عبد الله ونعم فيه، انا وايد اعرفه واتابعه هو وسلطان المجروب دائما، لأنه يطرحون وايد يعني عندهم نظرة اقتصادية شابة. بس إن نظرتهم الاقتصادية مو، ما هي النظرة الاقتصادية الاعتيادية التقليدية. إيه مو التقليدية صح؟ لا عندهم خاصة لما يجون يفصصون. أنا وايد أحب القرارات اللي أو القرارات التجارية والاقتصادية اللي تنوخذ من أمريكا ولا من أوروبا، مو بس محوطين نفسهم بالوضع المحلي. صح صح صح، ويقرون قوانين ويقرون مذكرات والبنك الفدرالي ومش عارف ايش، اي شيء جبار. وللامانه يعني هذا لايف من لايفات وايد انا تابعته واستفدت منها بكافه المجالات بعد عمر. بس عشان اللي يعرف ليش، لان انت اول لايف طلعت فيه انت اساس، لما طلعت فيها لايف كان اقول ها انها حلوه السالفه، جيب دكتور ثاني. زين شنو موضوعنا اليوم يا شيخ؟ موضوعنا الحضور الكلي. السالفه اول شيء، انت مع ولا ضد؟ انا مع قبل 3 اسابيع. انت مع قبل 3 اسابيع؟ إيه. صدق صدق من زمان كنت اقول ابي احضر كلي، لان انا ادري وواعي ان الشعب اللي موجود هني، ومبين يمكن من تويتاتي ولا من النبره اللي اتكلم، ما في وعي. شعيب تكفى خلينا نسولف لنا ربع. زين صدق صدق انت تعرفني انا ما عندي سقف. اوكي وايد حلو. انزل انت الحين ربعك الدائره اللي حواليك ملتزمين بالحظر؟ الاغلبيه اي للامانه. انا اغلب ربعي لا، اغلب ربعي القراب الحين قاعد يطلعوني 80% منهم مو بالبيت. عشان كذي انا الحين راح اشرح لك ليش اقول لك ان الحظر الكلي غلط. المايك عندك الحين. شوف اولا لازم انت عشان تسوي حظر كلي لازم تكون عندك معطيات
انت شوف خلي بس عشان ابين شغله حق الناس، انا طبيب جهاز هضمي وامراض كبد ومناظير. انا قاعد اتكلم عشان بس الناس تقول هذا ليش يتفلسف متخصص، انا قاعد اتكلم من منطلق الشغله اللي دارسها ايام الجامعه، من منطلق الخبره اللي اكتسبتها اثناء انا كنت بعز الازمه في فرنسا. فرنسا صح، الدول اللي حاشها واذاها الوباء، ومريت بالحظر الكلي عندهم، مريت بالخطوات اللي قبل لين خفت الامور شوي، توني رات ترى قبل كم يوم اتابع مع زملائي الدكاتره الفرنسيين هناك والاوضاع اللي تصير، ونشوف الخبصه اللي صايره، واشوف التزام الناس وهالامور هذا، فاقدر اقول انه صار عندي خبره بسيطه من الموضوع هذا. اتكلم قاعد اتكلم من رايي، انا مو قاعد اتكلم اقول اجبركم ان انتم، بالعكس هذه مساحه حره للاراء، احنا نتناقش. نقول مثلا الحين ابو خليفه يقول لي رايي، لاشوف هو كان قبل 3 أسابيع معه، انا راح اقول ان انا ضد الحظر الكلي، فهذه الامور كلها نقاشات ناخذ اخذ وعطاء، ما هو راي، ما هو القانون الاجباري، هو راي. حلو. طيب انت الحين لما نتكلم عن الحظر الكلي لازم نعرف احنا وين قبل ما نتكلم عن اي نقطه. الاوبئه لها مجال كبير ولها دراسات، لازم نعرف احنا وين من الرسم البياني. هناك رسم بياني، خل نسوي هذا الرسم البياني. وقت بالضبط. الخط الافقي هو الوقت. الخط الراسي هي الحالات. طبيعيا المفروض ان الخط هذا يكون عندك خط صاير كذي صاعد لعدد الحالات اليوميه، وايضا للوقت اللي ماشي. فراح عندك صعدات ونزلات، صعدات ونزلات. شنو تحدد الصعدات والنزلات؟ تحددها الحالات اللي موجوده، وشنو الطريقه اللي انت سويتها عشان تروح تجيب الحالات. هل الحالات يطقت عليك الباب بالمستشفى قالت لك انا عندي الاعراض ويلا عالجني، ولا انت رحت وسعت رقعه البحث في المناطق الحالات اللي عندك هذا رقم واحد اللي يحدد الرسم البياني. رقم اثنين اللي يحدد الرسم البياني هو مدى التزام الناس بالقواعد الصحيه. حلو. طبعا القواعد الصحيه غسل اليدين، وضع الكمامات، اللبس الواقي، عدم الاختلاط مع الناس، التباعد الاجتماعي، هذه الامور كلها مهمه راح تحدد لك الصعدات والنزلات اللي راح تصير عندك بالرسم البياني. حلو. شنو نهايه الرسم البياني؟ هناك نقطه، الرسم البياني ما راح يصعد كذي بغير نهايه، هناك نقطه راح توقف انت عندها. حلو. بيك. هذه النقطه البيك هي نقطه تشبع المستشفيات، وتشبع الحاجه، وتشبع سراير العنايه المركزه بالمرضى، وهي النقطه التي تنفجر فيها الحالات. خلاص حالات زياده كل يوم، حالات تزيد 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 لا عوده هذه. تمام. طبعا للاسف الشديد انه بالبيك هني لما نوصل راح يكون في وفيات، وراح يكون في وايد مشاكل. صح. من نوصل حق النقطه هذه راح ندش بالمرحله الثالثه، شو يسمونها؟ يسمونها البلاتو. حلو. وهو الخط الافقي المساوي للزمن، راح يكون خط متساوي لان الحالات راح تكون تقريبا كل يوم متساويه، الوفيات اللي قاعد يروحون قاعد يشون مكانهم ناس بالعنايه المركزه الى ان نوصل الى النقطه اللي ينزل فيها الكيرف مره ثانيه. حلو. نزول الكيرف هني نقول ان احنا في نقطه انتشار المناعه المجتمعيه، يعني بدايه انتشار المناعه المجتمعيه. حلو. والنقطه اللي ننزل منها الى ان نوصل حق الوضع الطبيعي. طبعا المفروض انت عندك الحين 3 نقاط صايره على الرسم البياني. حلو. عندك المرحله الاولى وهي اهم مرحله، لان انت لما توصل حق مرحله الذروه هني مرحله الحرب الحقيقيه. كل طقطقه اللي قبل هذا ما اسمع، كل طقطقه اللي قبل خفيف 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 لكن ما ادري بالضبط لين توصل النقطه هذه. النقطه هذه هي اللي راح تحدد انت شنو وضعك بالديره. هل انت راح وضع صحي متماسك، ووضع اجتماعي صحي متماسك، السلك والسلك الصحي يكون متماسك ولا مهدوم؟ متماسك ألمانيا وكوريا الجنوبية، مهدوم نفس أسبانيا وإيطاليا، على الحفة نفس فرنسا، مهدوم أمريكا، وايد أمور. حلو. تمام. هذه الأمور تحدد كثير من الشغلات عشان نوصل. إحنا لله الحمد ليه ما وصلنا حق النقطة. حلو. ولكن شنو لازم نعرف؟ انا الحين انا شنو يهمني كمتابع للوضع الصحي؟ حالي حال اقول ان انا طبيب، ولا انا اقول ان انا اقرا بالكتب.
وعارس البيانات، وهذا حال اي احد درس الرياضيات ودرس الهندسه ودرس المطلعات البيانيه، مطلعين على الامور هذه. فلما نفهم الرسومات البيانيه ونفهم احنا وين لازم نروح وين لازم نسوي، راح نكون مهتمين بالنقاط المهمه اللي لازم كل يوم الحكومه او وزاره الصحه تعطينا اياها. حلو. انا كمواطن مهتم بالشان هذا، ما بيقول طبيب، كمواطن مهتم بالشان هذا، شنو يهمني؟ اني انا اعرف ان في 99 هندي، 57 مصري، 22 كويتي. انا ما البيانات هذه، البيانات هذه ما راح تفيدني عشان اعرف انا وين واصل بالنقطه. انا اهتم ببيانات جدا مهمه. حلو. قاعد يعلق عندي، ما ادري ابو خليفه، نفس شاشتك معلقه. خلينا نطلع ونرد انت مره ثانيه. لما ترد بس وقف لكم. لا اوكي تمام. انت لما تي، انا كمواطن للحق ان اعرف المعلومات المهمه اللي اقدر ابني فيها راي سديد. ابني منه رقم واحد خوف، ما بسميه حذر شديد. ابني فيه نصائح اقدر افيد فيها الناس اللي ما تفتهم بالموضوع هذا. صحيح. فانا شنو احتاج؟ اولا بيانات المخالطين، مش تقول لي اعداد المخالطين 220، لا، انا احتاج اعداد مخالطين. خالطوا مرضى؟ هل هذول خالطوا مرضى؟ هل هذول اعضاء بالسلك الطبي؟ حلو. هل هذول متطوعين؟ حلو. هل هذول رجال الامن موجودين، يعني موجودين بالساحه؟ حلو. هل هذول مسؤولين او غير مسؤولين؟ هل هذول ناس داخل المحاجر؟ هل هذول ناس داخل البيوت اللي تأوي الناس اللي بالحجر المنزلي؟ هذه بيانات جدا. هل هذول مثلا 30 حاله من حاله واحده ولا ضبط؟ ضبط. رسم خريطه التقصي الوبائي وخريطه الحالات جدا مهم عشان تعرف انت وضعك وين، وعشان تبني انت الفكره من علم الاوبئه او علم قراءه الاوبئه او طب الاوبئه. شنو الهدف؟ الهدف منه مو ان انت بس تعرف وين، لا، الهدف منه ان تعرف انت شلون قاعد تصعد وتوقف هالشغلات بالضبط، وشلون تعالج الغلطات اللي تصير، وتحط تسوي استباق للاحداث بحيث ان انت تحط اكثر من سيناريو في حاله اذا ساءت الاحداث او في حاله اذا تحسنت الاوضاع عندك. حلو. احنا من المفروض حالنا حال الدول المتقدمه. لا تقول لي ناس وايد قاعد تقول لي الاردن، السعوديه، الامارات، البحرين، على العين والراس. ولكن انا ما اطمح ان اقارن نفسي باوضاعهم. اولا في نقص بالشفافيه عندهم، هذا شيء اكيد، خاصة مع الصين لازم نقولها. انا قاعد اقول لك، انا بالنسبه لي، تبي تقارني، قارني بدولتين، قارني في المانيا وقارني في كوريا الجنوبيه بس. حتى مثال سنغافوره سيء، لان الموجه الثانيه ضربتهم هدمت كل اللي سووه. صحيح. توها اي، معناته انه شنو؟ معناته ان هم ما قروا، ما حطوا الابعاد اللي ممكن تصير في حاله اذا ردت الحياه طبيعيه. وهذا اللي صاير بالمانيا. المانيا ردت الحياه الطبيعيه تدريجيا، ولكن الموجه الثانيه بلشت تطق، فاخذوا اجراءات اهتزازيه الحين سريعه على طول اول باول. والحلو انه قاعد يصارحون الشعب، نفس الدول المنكوبه اللي هي ايطاليا وانجلترا والمانيا ومن بعدهم فرنسا وبلجيكا. يطلع كل يوم متحدث الحكومه ويتكلم، يقول عندنا كذي وصار كذي وسراير العنايه المركزه كذي والحالات اللي عندنا كذي والامور. هذه معلومات تقوي الوعي الشعبي. صح، تعرف جدية. صح بالضبط، وراح تعرف جدية الناس وياك. لان اذا انت اعطيت هالمعلومات وشفتهم ما زالوا مستهترين، هذه نقطة تضاف الى الرأي بطرح الحظر الكلي. صحيح. الكلي مثل الحل الاخير، سلاح ذو حدين يمكن يكون بعد. بالضبط، انت اما تفرضه استباقا لاحداث ممكن تصير، وانت عارف مثلا، نفرض ان انا مسؤول عن منطقه معينه، المنطقه هذه انا ادري ان فيها قله وعي، فيها قله تعليم، فيها اعداد مخالطه كثيره، يعني ناس 20 واحد داخل غرفه، داخل بيت، اللي هو النظافه قليله، عارف ان هذول ليبر وركرز لازم يروح دواماتهم كل يوم. هذه الامور جدا مهمه. هني اقول لا، انا المفروض اطبق الحظر الكلي عشان اسوي كنترول عليهم قبل ما يدش المرض، بحيث المرض داش بحيث يدش المرض انا اتحكم بقواعد اللعبه مثل الشطرنج. حلو حلو.
هذه نقطة. النقطة الثانية هذه في حالة إذا أنت ما عندك المقومات الأساسية لمجتمع نقدر نقول متوسط صحياً يعني. حلو. الأمور الثانية لما تيجي تلعب لعبتك لازم تلعبها بخطوات بحيث حلو. أن الحظر يكون المرحلة الأخيرة وتكون أنت عارف قدراتك. هذه نقطة جداً مهمة. حلو. لازم أنت قبل ما تطبق حظر جزئي وحظر كلي لازم تعرف القدرات اللي عندك، قدرات الأمنية، قدرات الاجتماعية، القدرات، والأهم من كل هذا قدرة وصول الفرد إلى حاجته اليومية من مأكل ومشرب، تأمين وضع الفرد معيشيا، ما أتكلم عن مشرب بس، معيشيا كمال عشان تمنع أي كسر للحظر. هذه الأمور جدا مهمة. يعني بعطيك مثال، أنت الحين قاعد نتكلم على حظر كلي بالدولة كلها، منطقتين ما قدرنا نحط عليهم كنترول، فما بالك دولة كاملة. لا نقص على بعض، احنا عندنا ليميتيشنز، عندنا ليميتيشنز. بالعكس من 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 مواضع القوة ان تعرف الحدود ملوتك، الليميتيشنز ملوتك، تعرف قواعد الضعف اللي موجودة عندك بحيث ان انت تؤقلم وتكيف وضعك على قواعد الضعف او نقاط الضعف اللي موجودة عندك. صحيح، تكون عارفها وتكون تأقلم معها. بالضبط. خلنا ناخذ الحين الكلام هذا، الحين احنا تكلمنا فيه هذا كلام يعتبر انشائي. ليش كلام انشائي؟ لان ان لم تطبقه على ارض الواقع بشكل كامل انت ما راح تكسب شيء وراح تخسر وايد. حلو. الحين خلينا ناخذ الشغلات هذه اللي تكلمنا فيها ونفرضها على الواقع اللي موجود عندنا. حلو. بتكلم على اول نقطه والاهم، الحظر. احنا قاعد نتكلم حظر كلي، تمام؟ الحين احنا في حظر جزئي، شنو استفدنا من الحظر الجزئي؟ ما استفدنا شيء. ممكن قللنا الارقام على دزيناها شوي. لا، اولا عندك العديد من الغلطات. رقم واحد، تسوي حظر كلي او حظر جزئي وانت ما عندك عدد المسحات الكافيه لعمل الاختبار. لا تقول لي تحليل دم، الوزارة الصحه الحين قاعد اليوم تو قبل نص ساعه حطت شنو اهميه تحليل دم، هذا خرابيط. كنا من زمان والله انا وياك من زمان تناقشنا، تذكر؟ تذكرنا مثلا شهر ونص شهرين يمكن. بالضبط. هذا ما يسوي شيء. الحل الرئيسي هو المسحه، والمسحه ترى ما هي 100%، توصل 75-80%. يعني انت كان عندك جاب من كل 10 واحد اثنين مبوشن. بالضبط. هذا رقم واحد. هل عندك عدد مسحات كافيه؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل عندك عناصر امن كافيه تضبط الدوله الامنيه ولا لا؟ بتقول لي بتنزل الحرس الوطني والجيش، اقول لك ما يخالف، ولكن راح يكفون ولا ما راح يكفون؟ رقم ثلاثه، شيء جدا مهم، شنو وضع المتطوعين؟ احد اكثر اسباب الاصابات باخر ثلاث اسابيع هم المتطوعين. ليش؟ ليش؟ انا اقول لك ليش. شلون انت تخلي ناس يتطوعون من غير ما تثقفهم صحيا؟ على الاقل، على الاقل انا قبل ما اخلي اي واحد يطلع بالشارع يروح جمعيه يكون مسؤول باي مكان، على الاقل اعطيه ابسط قواعد الصحه العامه. صحيح. ومو بس اعطيه قواعد الصحه العامه، اعطيه قواعد الصحه العامه واشوف تطبيقه لها، والاهم من كل ذلك اني اعطيه الشغلات اللي هو يحتاجها من كمام، جلوفز، كمام، لازم يكون عنده هذا المتطوع. هذا ممكن يكون مباشرة مع مريض وهو مداري، ممكن ينقل العدوى إلى بيته، إلى ربعه، إلى ما، وتصير عندنا شبكة من العدوى كبيرة. هذا صح. رقم واحد. صح. مشكلة بالكويت. صح. رقم اثنين على موضوع المتطوعين، أنا شخصيا أعرف متطوعين على بنا عنده الكرنيه او الباس او هذا، يفر من ربعه هني بديوانيه، يروح هني يوصل هذا هني، يوصل هذا هناك. ما عندك مسؤوليه انت كمتطوع لقله الوعي. هو ما عارف يقول انا متطوع يلا عندي هذا امر وما ادري شنو. لا، هذه قله وعي. وضع المتطوعين عندك مصيبه طاير الوضع. ولا هم يعني مو نفس مثلا الداخليه، مرين في تمارين معينه، مرين في نظام معين. لا، لها مطوع عادي يعني موظف مكان وياي بيسوي هالشغله، فما عنده شيء. وبخليفه نقول شغله، هذا مو يعني انا مو قاعد غير منهم، اعطاهم تصغير لقدرهم، جزاهم الله الف خير على اللي يسوونه. بالعكس هم يثابون ويشكرون على انه
يعني قاعد يضحون حق الديره ويون، ولكن ابسط قواعد التطوع هو يعني ان تكون انت عارف ابجديات الصحه العامه. هذا جاي يعني متطوع يشتغل ببنك او يشتغل بوزاره، ما عنده يعني الـ اقل الاي بي بديهيات. سي مثلا. لازم انا اهلهم قبل ما ادخلهم بالمجال هذا. رقم وسافة اربعه، التصريح هذه ترى وايد كبيرة، وايد كبيرة. هذه مشكله عوده، هذا لازم اقول لها حل. رقم اربعه، انت لما تيجي تضبط الامن، انت او عفوا رقم اربعه بالنسبه حق القوانين، انت الحين لما تكون كحكومه او كوزاره او كشخص مسؤول، لما تعرف انت وضع، اكيد هم عارفين وضع الوعي المجتمعي عندنا انه مو 100%. حلو. فانت عشان تطبق الحظر الكلي لازم تطبق القانون على الكبير قبل الصغير. صحيح. لما يطلع المتحدث باسم وزاره الصحه ويقول عندنا اي احد يكسر الحظر من غير مصرح له او شيء يدفع غرامه عاليه جدا او سجن او كلاهما، اي احد يخالف الوضع راح ننشر اسمه ونحطه بالسوشيال ميديا. طيب هل احنا شفنا شيء غير الصبيين الاثنين اللي اول الازمه حشاك حطوا شاي زباله وما ادري شنو وقالوا انه حاسبهم؟ بس ما شفنا، ما شفنا شيء، بس شفنا ارقام يوميا على الحلال الحرام، قاعد نشوف ارقام ترى 18 واحد صايدين، بس ما شفنا اسامي. انزين ال 18 واحد هذول، انت لما تسوي، لما نتكلم عن مناعه القطيع، شنو معنى مناعه القطيع؟ ان تعطي انت الاجسام مضاده حق الشعب كله انه يحوش المرض ويطلع. القانون شيء، القانون تقدر تسوي فيه مناعه قطيع بحيث لما تكون رادع على ناس راح تصير عند الناس ثانيه مناعه انه يخافون من القانون. ايه صح. هذا شيء جدا مو، هذا بديهيات ما يبي لها شيء. طبق القانون، لا تخاف، طبق القانون. ما الشعب راح يصفق لك. بدايه الازمه كان الشعب كله قاعد يصفق حق الوزراء، الحين اليوم بالذات ضرب بوزير خالد الرضان وزير الصحه. ليش؟ لان شافوا ان الكلام والجهد كله راح اختفى. بارك الموضوع صح. واكبر دليل الارقام الفلكيه امس واليوم. بالضبط. رقم خمسه وشيء جدا مهم ويرجع على المتطوعين. انا لما ابي اطوع ناس، قلنا نبي ناس يكونون على قدر المسؤوليه الصحيه. انت عندك ما يقارب تقريبا على حسبتي من 600 الى 1000 طبيب وطبيبه، تمام، من اطباء القطاع الخاص اللي قاعدين بالبيت اللي انت صكيت عياداتهم. حلو. هذول شنو فائدتهم؟ ليش ما تستغلهم بالازمه هذه؟ اقلها اذا ما تبي تحطهم بالجمعيات كذي على قولة بريسيجا ما يرضى، مع ان انا اقول لك اغلب الدكاتره ما راح يقولون لا. على الاقل خله يمسك كل واحد منهم يمسك مجموعه. ايه بس يصير المكان مال الهيلث مال الجمعيه. عليك نور. فينزر اي واحد قاعد يخالف الوضع هذا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انت لما تي تسوي حظر جزئي لازم تحط ببالك شنو الاعداد السراير واجهزه الفنتليشن وسراير العنايه المركزه والاجنحه اللي موجوده عندك بالمستشفيات، بحيث انك ما تسوي تشبع فيهم. صحيح. ما يصير طبيا، ما يصير اي واحد يعني خلاص كوفيد 19 بوزيتيف، يعني مثلا اخوك الله شافيه طلع من المستشفى، ترى عليه اعراض؟ لا ولا كحه ولا شيء. ليش حاطينه بالمستشفى؟ طلع ودوه سيشل. انا وياك بس بالبدايه بالاساس والله ما كلها داعي. أي. كلنا يعني تعرف اللي قاعد نقولها بالبيت، بس انه يعني احنا ساكتين لانه هو فيه، فما ندري. وهو قاعد يقول ما له داعي، بس لازم ينعزل. اي هذه الفكره اللي انحطت عند الشعب، انه لازم يصير عندنا محاجر، لازم يصير عندنا، ما له داعي. انت وعي المريض اللي تشك انه عنده مرض، افحصه، الفحص طلع بوزيتيف، اعزله وعطى كل المعلومات، عطى بنادول، قل له سوي كذي سوي كذي سوي كذي، في حال اذا ساءت الامور عندك رقم ساخن دق علينا ندز لك اسعاف. نص ساعه انت بالمستشفى. اوكي صح. رقم اثنين، ما تهده كذي بلوطي داخل البيت، تسوي مسحات حق كل الموجودين بالبيت. حلو. استباقيا. حلو. لا تخلي المرض يسبقه، ما يبي له شيء، سوي مسحات حق كل البيت اللي موجود. صح. بحيث انه تعزل البيت وتعزل هذا الشخص داخل. سوينا كذي ترى، الحلال حرام يعني سووا كذي. بس انا قاعد اكلمك من بدايه الازمه. اي اوكي. الحين انا قاعد بالمجمل، بالعكس احنا اذا صار شيء زين ترى نمدح، انا ايش كثر مدحت شغلات صارت، مو عيب. احنا ننتقد
نقد بناء، احنا ما نبي ننتقد للانتقاد او انا عندي مشكله مع احد ولا هذا، بالعكس انا انتقد لاني يضيق خلقي لما اشوف ديرتي كذي، بالعكس انا انا افضل ديره. طبعا نقول نقدنا بناء بعيد عن تجريح، انا ما ادخل انا ليه بقرارات صح، بس خلينا نكون واقعيين. يعني انت الحين تقول لي اذا في واحد بوزيتيف تبي تخليه بالبيت وتقول له اعزله، اوكي انا ترى اخوي الصغير الحين قاعد يشوفنا قاعد تحت بغرفه وتكرم حمام بروحه معزول، انا شفته مره واحده لما يدش البيت بس. ف اوكي احنا هني ماسكينه، مو ماسكينه يعني، بس انه يعني هو مشتبه انه ما ندري شنو الوضع. بس لو اخوي الثاني موجود هني نقدر في غرفه ثانيه في لها حمام اوكي، بس كم واحد راح يسمع الكلام وراح يقعد، وكم واحد راح يقول لا لا ما فيني شيء، انا ما فيني اعراض خلاص. اي بس هذا تمسكه. اي طبعا هذا هني تي انت على المسؤوليه بالضبط، لا مسؤوليه الفرد ومسؤوليه العائله، لازم العائله يستوعبون ان الوضع هذا جدا مهم، الفرد ايضا يستوعب. هذا كلام مو منطقي والله صدق مو منطقي، وايد ناس. خليني اقول لك شغله ابو خليفه، شغله جدا مهمه. انت لما يصير في وباء عالمي لازم تجند كل وسائل التواصل صح. وتجند كل وسائل الاعلاميه بتثقيف الشعب. ترى الشعب الفرنسي والشعب الالماني والشعب البريطاني ترى تلش حالهم من حالنا، ما يفهمون بكل شيء. ولكن لما تشغل التلفزيون هناك، انا لما اشغل التلفزيون هناك كل دعايه كوفيد 19 يحط لك سوي كذي سوي كذي سوي كذي، بحيث انت هذا بعلم النفس، يعني انا مو طبيب نفسي بس لو دخل دكتور نايف المطوع سمان الخضار اي واحد دكتور خالد صالح اي واحد راح يقول لك هذه الامور التكرار سبكونشسلي بالوعي راح تعود عليها. هذا ابسط يعني ابسط اساسيات علم النفس اللي علمونا اياها كليه الطب يمكن صح. فما يبي لها شيء، سو حملات توعويه. اي واحد يقول لك تسمع بالسوشيال ميديا والله هذا عباره عن انفلونزا بس شوي شديده، نزل بيانات اضرب. هذا اللي صار ترى برا، ترى برا اللي صار الفرنسيين ليش حطوا حظر كلي بيوم وليله؟ لان الامور حطوا حظر كلي وثقفوا الناس ثقفوا الناس بحيث الناس الحين قاموا هناك يطلعون والحياه قاعد ترجع طبيعيه. انا قبل ما اردت كانت الحياه قاعد ترجع شوي طبيعيه، قاعد يطلعون كمامات. الشعب الفرنسي انا عايش في فرنسا 5 سنوات اللي يعتبر واحد احد اوسخ الشعوب صار نظيف فجأة صار نظيف. ليش؟ في وعي مستمر، وعي مستمر. أنا ما أقول خوف، أنت يعني حتى وازن. الإعلام إي وازن، حتى الإعلام لازم يصير فيه دكاترة إعلام مستشارين إعلام يقول لك بس شلون يوصلون المسج هذا بالضبط. بعدين أنت شلون بتسوي حظر كلي وأنت مو عارف بؤر الوباء؟ أوكي أنت تقول لي صت لي بؤرتين وباء موجودين ب... 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 بالجليب معقوله شنو سويت؟ انت لما تصيد الفكره، لما تحدد الفكره المفروض ان انت لما تحدد بؤر الوباء تعزل مثل ما قالت منظمه الصحه العالميه، توسع نطاق الفحص داخلهم بحيث تشمل اغلب الموجودين اللي ما يكون كلهم وتعالج اللي يحتاج علاج. حلو شنو سويت؟ هل فحصت؟ ما فحصت. اللي قاعد نشوفه فحص الدم اللي ما له داعي، حتى مو قاعد يسوونه، لا قاعد يسوونه امس حاطين فيديو بحولي حاطين طاولات وهذا بالضبط. رقم 2 انت ابسط، عشان تعرف الكارثه الانسانيه اللي صارت هناك، انت ابسط امور المعيشه ما وفرتها، بحيث انه اللي قاعد يصورون يصور لك ساتول شطوله اوادم كلهم قاعدين وجبه، ولا الفيديو اللي قبله اللي مثل حرب شوارع صارت عشان الاكل. هذا سلوك بشري طبيعي، خاصة من فئة نعتبر سوشيو ايكونوميكال لو سوشيو ايكونوميكال كلاس، ناس عندها الوعي حد منخفض عندهم، والاقتصاديا ما عندهم اكيد بصير عندك طبيعي طبيعي صح. انت ابرز الاساسيات ما حطيتها لهم. رقم 3 اذا بتطبق حظر كلي، طبقة اولا حدد بؤر الفساد. فساد شنو؟ انا متعود على الفساد. بؤر بؤر اوكي حدد تو وسع رقعة الفحص بحيث لما تخلص من المنطقة روح حق المنطقة الثانية وما الى ذلك، تقدر تسويها ترى. بس لما نتكلم الحين عن مكاسب الحظر الجزئي اللي صار بالكويت من بداية رمضان او رمضان شنو استفدنا؟ وين قبل صار لنا 6 اسابيع الحين شنو استفدنا بست اسابيع؟
عطني الاستفاده اللي اخذتها انا في التسعه. ليش ما تشوف ان الكيرف كان ممكن يصير كذي بس صار كذي شويه؟ شلون نحدد ما تقدر تحسب، اي شلون تحسب؟ انا اقول لك يعني شرى وقت وزاره الصحه على العين والراس على اللي قاعد يسوونه كلهم جزاهم الله الخير. بس لما زميلي وحبيبي واخوي وعزيزي وتاج راسي عبد الله السند يطلع ويتكلم يقول لي ال 500 حاله عندنا باليوم، انا احتاج اعرف ال 500 حاله هذول شلون من كم مسحه انت سويتها في نسبه وتناسب. انت طبعا سويت 1000 طلع عندك 500 حاله، معناته مصيبه بس معناته شنو؟ معناته انا وين رايح؟ الخط وين قاعد يوديني؟ فهذا هو في افتقار شديد للمعلومات عشان نقدر نحط حظر كلي. وايد كل الناس نفس اللي انت قاعد تقوله الحين، كل النقاشات اللي قاعد اسمعها كلهم يتفقون على نفس اللي انت قاعد تقوله الحين. مو هذا يعني انا مثلا دزولي فيديو ايضا حق استاذي وحبيبي وصديقي دكتور اسامه العنزي يتكلم حظر الكلي اسبوعين اسبوعين بعدين تتمشى بالافينيوز. اوكي هو طبيب اوبئه على العين والراس، بس الوضع ما هو كذي، الوضع اعقد لان انت ما عندك ابسط ابجديات الابيديميولوجي وهو علم قراءه الاوبئه وعلم قراءه البيانات وما الى ذلك. انت ما عندك ابسط الامور هذه. ان فرضنا انها موجوده عند وزاره الصحه اوكي وانت تبي نطلع المعلومات للناس عشان لا تثير الذعر، على الاقل راح كنا احنا كخبراء شوي نسميها بين قوسين كان شفنا شويه تغيرات قاعد تصير وخطوات قاعد تصير، ما شفنا شيء ولا شيء تغير. صح انت الحظر كلي الحظر كلي هذا بيسبب لك اولا واهم شيء مشاكل نفسيه. صح هذه مشكله جدا جدا يا رجل. احنا حظر كلي في 7 انتحروا ولا تقول لي غير كويتيين بدون، هذه روح انسان. 7 بالكويت 7 بس بالكويت. اي صح ما بين بدون اوتي وفلبيني الله يرحمه. هذا يعني ما الله هذا اتاك ما عرف يسوي انتحر. هذا اوريدي حياته كانت ضاجت عليه زود. صح. انت بحاجه ان تسوي مشكله انسانيه عندك. صح. انت محتاج ان تحل المشاكل المقدور حلها اثناء الحظر الجزئي. طبق القانون، قلل اعداد اظنك ابليس المتطوعين اللي ما له اعداد من التصاريح. رقم 4 واللي اهم من كل هذا، حدد بؤر الوباء ووسع دائره البحث. شد مو حظر كلي بس شد. قلتها يبي لنا تجديد وصرامه بالقانون فقط. ايش كثر؟ اسبوعين لنعيد؟ هل هتطول؟ انت تدري احنا ليش قاعد الحكومه مشكوره وكل الجهود على العين والراس مشكوره. احنا ايا كان احنا ايدنا بيدهم لان هذه مشكله مجتمعيه ما هي تصفيه حسابات. صح صح صح, صح. هذه مشكله صحيه مجتمعيه تهدد ارواح. احنا ايدنا بيد بعض نحاول نوصل الديره الى بر الامان الى ان يوجد علاج. الفكره من كل هذا ان انت تحاول تخلي الكيرف اللي شرحناه اول لايف ما تخليه شيء صاعد او كذي، حاول ما تقدر كذي. ليش؟ لان اذا صار عندك مناعه قطيع او سعيت انت بمناعه القطيع او انتشر عندك الوباء راح يموتون راح ياخذ الناس الغاليين علينا، ابهاتنا امهاتنا اهلنا اجدادنا الله يحفظهم كلهم. وشفنا ممرضه الله يرحمها توفت فلبينيه تعالج الناس بدريه الاحمد للسرطان. شفنا دكاتره ما يقارب 110 من الكوادر الطبيه والصحيه والتمريضيه والمسعفين دشوا المستشفى بسبب اعراض وبسبب عدوى. صح. وفي نقطه مهمه ما ادري يعني الوزاره ناسيتها ولا الحكومه ناسيتها ولا الشعب ناسيها. يا جماعه ترى احنا بدوله مو بس قاعدين نحارب الكوفيد 19، لين عندنا حوادث سيايير، لين عندنا امراض مزمنه، لين عندنا قلب جلطات، عندنا ستروك، ما هذا كله موجود يعني ما وقفنا. عندنا مرضى سرطان للحين ياخذون علاجات غير اللي جاي من برا بعد، كانوا مرضى يو هني زادوا على. انت عندك تخيل ان الكادر الطبي والصحي اللي كان يقول عن كل هذا بالمستشفيات حاليا ناقص ما يقارب 30 الى 40% من قدراته. غير ما هو كان ناقص اول. غير ما هو كان ناقص اصلا. ليش ناقص؟ لان ال 40% راحوا حق الخطوط الاماميه.
وايضا منهم الاطباء اللي كانوا شايلين من حمل المستشفيات الحكوميه بالمستشفيات الخاصه، انت صكيت المستشفيات صكيت العيادات الخاصه، فالحمل كله صار على الاطباء اللي موجودين بالمستشفيات. قسما بالله دق على ربعي، يعني انا طبيب جهاز هضمي، انا المفروض الحين اراد من موقف بعثتي مالت التخصص هني، المفروض اني اباشر عمل، المفروض لما باشر عمل اداوم وين؟ اداوم بالمناظير، وحده المناظير. انا بنيت على شباب ربعي قالوا لي عندنا نقص بالعدان، وانا ماذر هوسبيتال الفروانيه، قلت لهم انا مستعد ان انتدب اخذ انتداب اروح العدان عشان اسد النقص اللي صاير بالباطنيه عندهم. باطنية، اوكي. لان المشاكل، لان تخيل انت قاعد تؤدي الى الاحتراق. البرن اوت. هذا الاحتراق الوظيفي مشكله، راح تدخل الكادر الطبي مشاكل. انت مشكلتك متشعبه، مشكلتك ما هي حظر كلي ولا حظر جزئي. مشكلتك ان انت تحل الثغرات اللي موجوده عندك عشان توصل بالوضع الى بر الامان. انا اللي فهمت الوضع اللي صاير كله والكلام اللي قاعد يندار انه فلت السبحه عند الحكومه. هذا الحين بقول لك اياه. طبق القانون على الناس ولجانا الى الحظر الكلي. هذا اللي انا افهمه. ممكن. لان ابو خليفه انت عندك كل شيء ممكن معالجته للحين، احنا ما وصلنا الى النقطه الخطيره للحين. لو تقول لي باكر نوصل حق الذروه او خلال اسبوع اقول لك سوي حظر كلي، بس احنا ما زلنا يعني على مسافه لا باس بها. او يمكن يمكن احنا قربنا حق النقطه الخطره، ما ندري. ممكن، مو هذه المشكله، نقص الشفافيه، لازم تعطيني شفافيه. عارف زين، في نظريه، ما بقطع كلامك بس بقول لك اياها عشان نعرف نوجه كلامنا. في نظريه تقول لان ترى الاذان بعد نص ساعه. اوكي، خمس دقائق. زين، في نظريه تقول ان مثلا ان الشعب ترى غير واعي، ومو بالضروره انا ابلغه ولا يعني اعطيه خبر عن كل شيء. انا عندي كل الداتا، الرو داتا، وانا انقي شنو اعطي النص. حلو، بس انا داخل المطبخ اعرف كل شيء واعرف شنو قاعد يصير، وعندي اخصائيين وعندي ناس على درايه بحجم الموضوع وشنو الحلول اللي موجوده، وانا قاعد ارتبها. والشعب يعني مثلا تذكر لما سووا حظر، تذكر سالفه الخبز؟ ايه اذكرها، شفت الفيديوهات؟ ها، شيء خيالي يعني شيء غريب، وايد غريب، يعني ما اتوقع 2020 يصير هالشيء، عرفت؟ بس بالافلام كنا نشوفه وصار. فكان ممكن ان سوء يعني تسربت المعلومه، وما كانوا يعني دايرين الموضوع هذا بطريقه صحيحه. يمكن الحين تعلموا من اغلاطهم، وقال خلاص انا ما راح اقول 500 حاله، بس 500 حاله، انا مسوي 10,000 مسحه، مسوي 2000. This is my own issue، خليك انت الحين اقعد بالبيت وانا لازم عليك. اذا انت تتوقع ان باكر الاخبار اللي قاعد تتسرب، وهذا شيء غلط طبعا، تسرب الاخبار اللي كذي قاعد يصير، تتوقع ما راح تصير حرب شوارع بالجمعيات عقب ما طلع اليوم حكي انه في حظر كلي بعد كم يوم؟ لا، ليش؟ لان امس طلع حكي. ولا تزعل، امس طلع حكي، اليوم تاكد تقريبا الحكي انه كذي، وفي مسجات قاعد تندار بالواتساب انه خلاص راح يصير كذي. الفكره ما هي ايه، فهمت. الفكره ترى الشعب راح يصيدك، فانت لا تحاول. بالضبط. بعدين اقول لك في ادنى شك ان وزاره الصحه مجنده الافضل لاخذ القرارات الصحيحه. ما عندي، انا اثق ثقه عمياء بالكوادر الوطنيه بشكل ما تتصوره. لان انا عارف من وين متخرجين ومن وين ومنو حاطين وشنو قاعد يشتغلون. انا ثقتي بالكادر الوزاري الصحي ما عليه غبار. بس مشكلتي الوحيده الشفافيه، وان القرار الفني ما يتدخلون فيه قرارات سياسيه من وزارات اخرى، من وزاره الداخليه او من تجمعات ثانيه، من هذه المساله عندنا شائكه. ليش؟ احنا يوم بدينا الازمه كنا 10 على 10، كان وضع جدا ممتاز. اوكي، ليش؟ لان كان القرار الفني هو الذي يقود الدفه. صحيح. الحين احنا قمنا نشوف بعيوننا، حتى لو هم ما يحكون، خلي الكلام اللي قاعد يتسرب الاكونتات الاخباريه والاكونتات الغير موثقه والاكونتات اللي ويكيليكس وما ادري ايش والحكي تويتر، اذا قلنا لا يمكن هذا كلام وهذا لا، احنا قمنا نشوف، يعني نشوف على الواقع. في الواقع ان في تدخلات بالقرار الفني. يمكن انت اذا بتعدل الامور كلها
لازم ترد القرار الفني وتخليه هو يقود الدفه، غير كذي ما راح نوصل خير. صح. شوف اللي ممكن سوى نج خفيف بالعدد مو بالاعداد، في الكوادر الطبيه، انا قاعد اتكلم عن الدكاتره وخاصه ربعك اللي ذكرتهم والمحيط اللي عندك، ما بيقول صار حوسه بس كان اتنشن وايد على الاجلاء، وايد ناس كان الاجلاء، يعني منظومه متكامله كانت الاجلاء، واليوم خلصت ترى، اليوم وصلت اخر طائره اجلاء. حلو. توني شفت عند الشباب هناك يعني باكر الصراع الحقيقي راح يبلش باكر، عرفت؟ فهني راح يصير مفترق طرق، يا باكر يقولون ترى في حظر تجول وخلاص احنا هذا اللي راح نمشي فيه، او انه يقول لك لا احنا امورنا بالسليم، ردينا الكادر كله موجود، احنا بس ننطر فتره بسيط على الترانزيشن هذا الاسبوعين لما الناس تطلع من بيوتها، اسف تطلع من العزل، ونعرف الاعداد الحقيقيه، لان المطار مسكر خلاص. اي انا شوف انت صح كلامك، وجهه نظرك صحيحه، ما اختلف وياك فيها، بس انت ايضا تقدر تستفيد من الكوادر هذه، لان الكوادر اغلبها كانوا شنو؟ كانوا اطباء الخاص والاسنان. جزاهم الله خير. واحد انا ناس رديت وشفت بعيني شيء ما شاء الله جبار، يشكرون عليه الداخليه والمطار والكويتيه والمتطوعين والهلال الاحمر، واخص منهم الاطباء الاسنان واطباء القطاع الخاص وزاره الصحه. هذول انا اقدر استفيد منهم شغله ثانيه. بدال ما ان المحاجر او اسوي البؤر اللي تكلمنا عنها، ليش ما اخليهم هم يروحون اسوي حظر، عفوا مش حظر، اي واحد اصيب فيه اي، بدال ما اقطه بالمستشفى وهو ما عنده شيء احطه عزل، واسوي زياره شبه يوميه من فرق من شخصين، طبيب اسنان او طبيب صحه عامه او خريجين كليات الطب اللي توهم متخرجين ودهم يطلعون، بس الوزاره الحين قاعد تعطل اوراقهم، هذول خليهم من باب التطوع يروحون كل مثلا كل منطقه فيها مثلا سبعه او عشره، يغطون البيوت اللي فيها، في مخطط يغطون البيوت والقطاع وما ادري شنو اللي فيها. يتأكد. بالضبط. ترى المساله سهله، مساله يبي لها تخطيط، ما يبي لها تخطيط، صرامه بالقانون، امورك بالعسل، غير كذي ماك فايده. يعني حتى اذا بنسوي حظر كلي وخليفه، انت بتسوي حظر كلي اوكي بتتحكم بالامور وكذي، بس راح تصير يعني اثار النفسيه الاقتصاديه الانسانيه. بالضبط. اثار مكلفه وايد، والمشكله ان احنا بنسويه، بس انا يعني تعرف اللي انت عندك رصيد اسبوعين، كيف تبي الحين؟ تبي بعد شهر؟ تبي بس انت ما راح تقدر تسوي حظر لمده 6 اسابيع حظر كلي، الناس راح تين. شوف باوروبا كان مده شهرين حظر كلي، تعبت انا في فرنسا. لا نقول، لا نقص على بعض نقول اسبوعين، الحظر الكلي ما راح يدوم اسبوعين. اسبوعين اسبوعين اعطيت رقم انه بسيط مثلا، في 4 اسابيع. اسبوعين سكوت ديره، اسبوعين سكوت ديره، اسبوعين. خلنا ناخذها بالارقام. انت بتتكلم اسبوعين. اليوم الاول من الحظر انت شخصت 1000 فيهم المرض. المفروض خلال اسبوعين ينتهي تقريبا عندهم المرض. ثاني يوم انت شخصت 1000، اسبوعين راح تطول المده. صح صح. اسبوعين، لا نقص على بعض، احنا نقص على بعض اسبوعين بسرعه تعدي. 6 اسابيع يمكن. دول افضل منه، متقدمين اكثر منه، اقل شيء قعدوا 6 اسابيع. اقل شيء قعدوا 6 اسابيع. تدري شو المشكله؟ ان 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 سووا حظر، ترى في ناس ترى تقريبا حظر كلي عندهم بلش قبل 6 اسابيع او شيء كذي، يعني في ناس قاعده اوريدي بالبيت، فانت عارف عارف. عموما النقاش راح يطول في الموضوع، عارف. لكن انا اقدر اقول لك ان حظر تجول، رايي حظر تجول ممكن، ما الحين انا توني استوعب ان اخر عمليه اجلاء كانت اليوم، اخر طياره اجلاء اليوم، فيمكن مو بصالحنا اساسا يصير حظر تجول الحين، الكرت اللي موجود لا نحرقه الحين، الازمه مطوله، نحن متفقين ان الازمه مطوله خلاص، اول مره ترى كنا قاعد نسولف نقول ها شهر 8 9 كنا نسولف، الحين يعني ما في احد راح يقول لك اقل من نهايه السنه. لا مطوله مطوله، والعلاج مطول، والهدف كل هذا انا ارجو ان الناس اللي قاعد يسمعونا ارجو يكونوا بالهم ان الموضوع ما هو سهل، راح يكون صعب، ولكن لازم كلنا نتكاتف، وعشان شيء انتوا، عشان اهلكم، يعني عشان ان احد من اهلكم لا قدر الله ما يحوشه اللي حاش الناس اللي الحين عندنا 90 واحد بالعنايه المركزه والوفيات. لاحظ اعمار الوفيات. صح 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 50 بس. مات صغار. من بالله العظيم صغار. الله يرحمهم ان شاء الله. صغار. احنا الفيروس فتاك، ما هو فيروس انفلونزا ولا
المعامل ولا هذا فيروس متكلمين عنه من 5-6 سنوات انه راح يتطور. أه. وهذا فيروس مستحيل انت تعالجه بالطرق التقليديه. علاجه الوحيد تقعد ببيتك وتلتزم، ولما تطلع عشان تشتري حاجياتك بين قوسين الضروريه تتخذ كافه احتياطاتك، كمام، دس، تخلص، تقطهم، تغسل ايدك، ما يصابون، وامورك بالسليم. وبزيد نقطه، في ناس فاهمه، خلينا نوقف توصيل المطاعم. مساله توصيل المطاعم لها رايين، انا بالنسبه لي ما عندي راي ثابت فيها، ولكن المفروض انت اللي يوصل المطاعم حتى لو في كورونا، لو يوصل لك يا انت تطلع له بكمام هو يحطه عند باب بيتك ويوخر، انت تشيله وتطلع تفرغه وتغسل ايدك، ما رايح وجهك ان شاء الله. هي الفكره بس ان اللي قاعد ينادون او اذا طلع قرار بعدم توصيل ايقاف توصيل المطاعم، فكرتها ان ما نبي نزيد العدوى وننقل العدوى، ولكن هي اجراءات جدا بسيطه لو انت تستوعب تاخذها امورك تصير سليم. وهذا هني قوه الاعلام اللي شغل اللاوعي اللي عندك اللي تكلمنا عنها لو من بدايه الازمه، المدفون فيديوهات فيديوهات فيديوهات، انت تلقائيا راح تقول له بيساب خليك بعيد، حط كيس هني، تاخذ كيس، باي باي، ما تدفع لك تخاف. وتخاف تحرص صاصي تحرص صح، راح يلعوزك، احرص احرص امورك بسهل. زين، اخر سؤال صابر، طولنا ادري، ايش رايك بالصور المتطوعين المنتشر؟ ايش رايك بالصور المتطوعين المنتشر؟ ما عشان كذا انا قلت لك اول شيء متطوعين بلاء. ايش؟ خل الصور، الصور تدلك اذا تقرا، مو صورهم الشخصيه، اي انا الصور تدلك على مدى الاستهتار اللي صاير عندك. ما اقدر اقول اكثر من كذي، الصور تدل على مدى الاستهتار، يعني استهتار تصوير وشيلات وافلام وفيديوهات وسلفيات وما ادري ايش، لا ويتكلم لك قاعده جمعيه، الكمام المفروض الكمام اللي لا ينزل بيده كذي، ترى في فيروس ممكن تعمل، هذا حبيب العماني هذا اللي يشيل الكمام. قواك الله حبيبي، مشكور، لايف ممتع وجميل، ولا كنت عامل حسابي بس طلعنا بمادة حلوة، وان شاء الله وصلت الرسالة. قواك الله يا الحبيب، قويك حبيبي ابو خليفة، سلام عليكم، على خير ان شاء الله، سلام عليكم، مع السلامة.